أبناء وبناتي تلاميذ الصف الأول إعدادي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة أونلاين. خلصنا منهج الجبر تلاميذ أولى إعدادي، والمنهج الهندسة الحمد لله وصلنا للمرحلة النهائية وهي بعنوان الإنشاءات الهندسية. النهاردة موضوعنا عملي، ولذلك النهاردة محضر لكم إيه. بص بقى، بص أنا جايب لك إيه معايا، جايب لك مسطرة وجايب منقلة وجايب البرجل وجايب قلمي، يعني انشاءات هندسيه. ولذلك قلت لا، انا مش هعمل لهم الحلقه دي على الكمبيوتر، لا لازم اعملها لهم بايديا عشان ولاد حبايبي يتابعوها ويشوفوا احنا بنعمل ايه وبنرسم ازاي، وتبقى الحلقه جميله وشيقه وفيها تفاعل ما بيني وما بينكم. يبقى موضوعنا النهارده هو الانشاءات الهندسيه. طيب، اول انشاء من الانشاءات الهندسيه، اول حاجه تعرف ترسم زاويه. طيب هنرسم زاويه وكمان هنصفها بالادوات الهندسيه بالبرجل. تيجي مع بعض نشوف سؤال، يلا مع بعض. يبقى اول حاجه في موضوعنا النهارده رسم زاويه وتنصفها. ركز معايا كده، ازاي نرسم زاوية وننصفها، ده موضوع الاولاني. طب لو قلت لك ارسم زاوية 80 درجة، ارسم زاوية 80، ارسم ازاي زاوية 80؟ بص بقى معايا اهو، اكتبها لك هنا اهو، ارسم زاوية الف 80 درجة خلاص ونصفها. بص بقى معايا، سواء مسطرتي او منقلتي انا هرسم ضلع الزاويه الاولاني خلاص. ما هي الزاويه ليها ضلعين خلاص، ليها ايه؟ ضلعي الزاويه. ادي الشعاع الاولاني الممثل لضلع الزاويه، سميتها مثلا يا مستر ابراهيم الف زي ما هو قال لي. ازاي ارسم زاويه 80؟ انا قررت ان انا هقف عند الف اهو. بص كده ركز معايا اهو، هجيب المنقله بتاعتي قدامك على الشاشه. لو احنا بصينا هنلاقي هنا في 80 على اليمين وفي 80 على الشمال. اكتر حاجه بتتعب الطلبه وتجيبها لهم غلط، هو انا هعمل ال 80 اللي على اليمين ولا ال 80 اللي على الشمال؟ يا ابني يا حبيبي خلي بالك، انت هتوقف المنقله على نقطه الف. قبل ما تحط المنقله يسالك سؤال، الف دي على اليمين ولا على الشمال؟ هتقول لي يا مستر ابراهيم الف على ايدي الشمال. طب خلاص، يبقى احنا هنقف على الشمال، يبقى انت تبدا العد من على اليمين. مش فاهم يعني انا احط منقلتي هنا اهي، هثبت المنقله بتاعتي اهي، ركز معايا اهي، انا كده ثبتها. بص كده اهي، فتحه المنقله اهي كده اهي قدامك على الشاشه. انا حطيت المنقله بتاعتي على الشمال، ابدا العد من على اليمين. قدامك انت شايفني اهو، 0 10 20 30 40 50 60 70 80، واقوم عامل نقطه عند ال 80 بالمنظر ده كده خلاص. واحد يقول لي طب ليه ما عملناش عند ال 80 الثانيه؟ يا ابني يا حبيبي، احنا حطينا المنقله على الشمال، نبدا العد من على اليمين. طيب كده انا عملت ال 80 درجه، سواء وصلتها هيبقى اوصل بقى كده عشان يبقى ده ضلع الزاويه الايه؟ الثاني اهو. خلاص كده، يبقى ده ضلع الزاويه الثاني، وكانت الزاويه دي 80 درجه. خلاص يبقى انا عملت لك زاويه 80. طيب ازاي انصفها يا مستر ابراهيم؟ انصف الزاويه ازاي؟ ادي البرجل بتاعي اهو، شايف البرجل اهو قدامك على الشاشه. طيب افتح البرجل بتاعي فتحه، بص اهو فتحه مناسبه، يعني ما تفتحليش فتحه كبيره قوي ولا فتحه صغيره خالص كده ولا كبيره قوي، لا افتحها فتحه مناسبه خالص اهي. ايه رايك في الفتحه دي؟ اهي فتحه مناسبه، واحط سن البرجل على نقطه الف اهي، شايفني كده اهو، احط سن البرجل فين؟ على نقطه الف اهو. ادي مسكت البرجل واحط السن الحديد ده على نقطه الف بالمنظر ده كده، واقوم عامل اهو اقطع الضلعين الزاويه اهو. مستر ابراهيم انا ممكن اعمل قوس هنا وقوس هنا، ماشي. طب ممكن اعمل القوس بتاع الدايره ده كده، ماشي مفيش مشكله، اقطع ضلعين الزاويه. هسالك سؤال بقى، انت قطعت فين؟ هتقول لي يا مستر ابراهيم انا قطعت هنا اهو، بص كده قطعت هنا اهو وقطعت هنا، تمام. ازود فتحه البرجل سنه اهي، زودتها سنه صغيره خالص، اجي اقف عند النقطه الاولانيه اللي انت قطعت فيها ضلع الزاويه اهو، واقوم عامل قوس في نص الرسمه اهو، شفتوه؟ واقف الناحيه الثانيه عند ضلع الزاويه الثاني، وهعمل قوس يقطع القوس اللي انت عملته. ايه رايك؟ يبقى وقفنا هنا
عملنا قوس، وقفنا هنا عملنا قوس. تمام. تيجي يا مستر ابراهيم نوصل بالمسطره. يلا نوصل، ادي المسطره بتاعتي. هوصل التقاطع بتاع الاقواس براس الزاويه. وصله بقى كده براس الزاويه كده، وخليك ولد ناصح اهو. تمام معايا حبايبي اهو؟ يلا نوصل اهو، وصلنا براس الزاويه. طيب مين شاطر يقول لي هي التمانين درجه نصها كام؟ هتقول لي نصها 40. لو حطيت المنقله بتاعتك بص كده، الله، شفت بقى يا عم، ايه رايك في الحلاوه دي بقى؟ ادي 40، انت شايفني على الشاشه اهو، مش بكدب عليك، ادي 40 وادي 80، دي ب 40 درجه ودي ب 40 درجه. يبقى فعلا نصفنا الزاويه باستخدام البرجل والمسطره. خلاص، ورسمناها طبعا بالمنقله. طب ممكن يا مستر ابراهيم تعمل لي الزاويه وتقف لي على اليمين؟ ما احنا اتفقنا لو وقفنا على اليمين نبدا الرسم من على الشمال، هنبدا العد من على الشمال. تعال نشوف. طب واحده تانية، تعرف ترسم زاويه 120 وتقطعها الى اربع زوايا متساويه؟ تخيل دي اربع زوايا. يبقى احنا هنا عايزين نرسم، ده تقويم ليك بقى، زاويه 120 درجه ونقطعها اربع زوايا متساويه. تمام، يلا نرسم ضلع الزاويه الاولاني اهو، سواء بالمسطره بالمنقله اهو، ادي الضلع مفيش مشكله. مستر ابراهيم ممكن المره دي تقف لي هنا عند دي معايا؟ عادي مفيش مشكله، لو وقفنا هنا ماشي، ولو وقفنا هنا ماشي، اي حاجه مفيش مشكله. بقول لك ايه، دايما اقف على الشمال عشان ما تتلخبطش. ادي زاويه الف، خلاص تمام. يلا معايا، ادي زاويه الف، عايزين نرسم زاويه 120. نحط المنقله بتاعتي اهي. بص، اهم حاجه ما تبقاش معوجه، يعني كده ما تقولش انا حاطط المنقله كده غلط. ليه؟ لان بص الخط ده، شايف الخط اللي بالاسود بتاعي ده؟ لازم يبقى على الخط بتاع المنقله بتاعك، وما تحطليش من تحت كده، لا، اللي اهي في اهو فتحه المنقله احطها عندها اهي. معايا حبايبي اهي، ونحطها عندها 120. ابدا ايه؟ لا، احنا وقفنا شمال، نبدا من على اليمين. يلا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. ادي ال 120، رحت عامل نقطه وهروح اوصل اهو. يلا نوصل معايا اهو. الزاويه اللي انا رسمتها دي كام يا مستر ابراهيم؟ دي 120 درجه. يبقى دي كده زاويه قياسها 120 درجه. عايزين نقطع الزاوية إلى أربع زوايا بالبرجل. أدي البرجل، أعمل إيه يا مستر؟ هقف عند رأس الزاوية وأعمل قوس يقطع الضلعين أهو. قطعنا فين؟ قطعنا يا مستر إبراهيم هنا أهي أهي، عندك نقطة وقطعت هنا. طيب أعمل إيه بقى بالبرجل بتاعي؟ أزود سنة الفتحة أهي، وأقوم عامل قوس في النص، والناحيه الثانيه اهو عند نقطه التقاطع واعمل قوس في النص، قطعوا بعض. تمام، وصل. يلا يلا نوصلها معايا اهي، خلي بالك، يلا ركز كده. يبقى انا دلوقتي اهو، لو انت جدع دي كام ودي كام؟ 120 دي 60 و60. طب انا عايز يا مستر ابراهيم امسك ال 60 دي اقطعها تاني 30 و30 ودي 30 و30، بحيث ان انا يبقى انا قطعت الزاويه الى اربع زوايا. اقول لك على حاجه جميله قوي، لو لاحظت هتلاقي نفسك انت عامل قوس اهو اهو، قاطع الضلعين دول. تمام، اقف بسن البرجل عليه اهو، وفتحه مناسبه او فتحه كبيره اهي، شويه اهي سنه اهي اهي، رحت عامل قوس. اروح الناحيه الثانيه واقوم عامل قوس يقطعه، قطعه ولا ما قطعوش؟ قطعه، وصلها. يلا ركز معايا اهو، ولذلك حلقه بقول لك انشاءات هندسيه، قلت لا، ده انا لازم اعملهم بايديا عشان يشوفوني برسم ازاي اهو. تمام، الناحيه الثانيه نفس القصه، في هنا اهو، اقف هنا هعمل قوس اهو في النص، وهقف هنا اعمل قوس اهو في النص. يلا نوصل، وصل بقى النقطة، نقطة التقاطع القوسين برأس الزاوية بتاعتك. آه، استر يا رب، لو ما طلعتش بقى متساوية كل واحدة فيهم 30 يبقى احنا غلط. يلا نحط المنقلة بتاعتي، يلا وشوف معايا، يلا كله يتابعني على الشاشة،
كله يتابعني قدامك على الشاشة. الحمد لله، ادي الزاوية الاولى 30 درجة اهي، ودي 60 درجة، ودي 90 درجة، ودي 120 درجة. يبقى انا قسمتهم الى اربع زوايا متساوية، كل واحدة فيهم 30 30 30 30. يبقى اول انشاء من الانشاءات الهندسية ازاي نرسم زاوية ونصفها. اتمنى من ولادي حبايبي يكونوا تابعوني وشافوني وفهموها. طيب تاني انشاء، يبقى تاني انشاء ازاي ارسم قطعة بالمسطرة، قطعة مستقيمة ونصفها. يلا معايا ارسم، اكتبها لك هنا اهي، ارسم قالب ب طولها، خد يا سيدي 8 سنتي، ثم نصفها ولا تمحي الاقواس. عشان بس واحد يقول لي يا مستر واحنا بنمسح الاقواس بعد ما نعملها، لا لا تمحي الاقواس. يعني ايه لا تمحي الاقواس؟ ما تمسحهاش. ارسم قطعة طولها 8 سنتي ولا تمحي الاقواس ونصفها. يلا معايا على الشاشة اهي، انا اهي 8 سنتي، ادي المسطرة، اجيب من اول الصفر الى الثمانية. تمام كده حبايبي متابعيني؟ 8 سنتي، يبقى دي كده 8 سنتي، سميتها الف ب. ازاي يا مستر ابراهيم ننصف القطعة؟ افتح برجلك فتحة اكتر من نصها. لو انت مش عارف تقيس نصها اهي من على الرسمة اهي. طب هي 8 ممكن افتح اكتر من الاربعة، خمسة مثلا اهي. هقف عند الف، ركز، هعمل قوس من فوق وقوس من تحت اهو، ايه رأيك؟ واروح اقف عند الب، هعمل قوس برضو يقطع اللي فوق وقوس يقطع اللي تحت. تمام تمام يا مس. يبقى انا عملت ايه تاني؟ وقفنا عند، فتحنا البرجة الفاتحة اكتر من النص، وقفنا عند الف عملنا قوس من فوق وعملنا قوس من تحت، وقفنا عند ب عملنا قوس ويقطع اللي فوق ده وقوس يقطع اللي. يعني ألف عملنا قوس فوق واحد تحت، وب عملنا واحد من فوق واحد من تحت. وصل النقط اللي جات لك بتاعة تقاطع الأقواس، وصلهم ببعض، شايفينهم حبايبي أهي؟ يلا نوصلهم ببعض أهو، إيه رأيك؟ تمام يا مستر. طيب تفتكروا بقى الحتة دي مثلا قلنا دي هي ألف هي هتطلع كام؟ وهه به تطلع كام؟ مش دي كلها كانت 8؟ لازم دي تبقى 4 ولازم دي تبقى 4. طب لو ما كانتش 4 و4 اعرف ان الرسمه فيها حاجه غلط. يلا معانا على الشاشه وكله يتابعنا على الشاشه ويشوف رسمتي صح ولا غلط. ايه رايك؟ انا سبت لك المسطره اهي، يلا شوف انت بقى ودقق في الشاشه. يلا يلا بص كده في التلفزيون كويس ودقق، هتلاقي فعلا من 0 ل 4 ومن 4 ل 8 فعلا دي 4 ودي 4. يبقى انا كده نصفت القطعه المستقيمه، يبقى الف ب 4 وه ب 4 سنتي سنتيمتر. خلاص حبايبي تمام. طب هل ممكن نرسم قطعه 12 سنتي وننصفها الى 4 قطع؟ ممكن. ايه رأيك لو رسمت لك قطعة 12 سنتيمتر اهي، من 0 ل 12 اهو، ادي 12 وسميتها لك الف ب 12 سنتي، تقدر تقطعها الى 4 قطع؟ 4 قطع ازاي يا مستر ابراهيم؟ ما هي 12، يبقى 3 3 3 12 على 4 فيها 3. طب افتح البرجل الفاتحه اكتر من النص، اهو بص انا بقيس على الرسمه اهي اكتر من النص اهي، هعمل اقف عند الف، اقف عند الف بالظبط وثبت سن برجلك جامد، واعمل يلا قوس من فوق وقوس من تحت، وروح اقف عند ب، اعمل قوس يقطع اللي فوق اهو وقوس يقطع اللي تحت اهو. تمام وصل كده. يبقى انت قسمت القطعه نصين، نصين يعني كام وكام؟ يعني 6 و6 اهي. طب تمام يا مستر ابراهيم. طب عايز اقطع دي مثلا، هنسمي دي ه، عايز اقطع الف ه، عادي بقى، ما زال ما قطعت القطعه الكبيره اقطع القطعه الصغيره، افتح برجلك اكتر من نصها اهو. تمام وقف عند الف اهي، اقف عند الف واعمل قوس من فوق وقوس من تحت، وروح اقف عند ه، اعمل واحد من فوق وواحد من تحت اهو، وصل
يبقى انت كده هتبقى نصفت القطعة ألف ه اهي. تمام تمام يا مستر ابراهيم. طيب عايز انصف القطعة ه ب، اجي عند اله اهي وقوس من فوق اهو وقوس من تحت، واروح اقف عند الب قوس من فوق برضو وقوس من تحت، روح وصلها اهو، وصلها كده يلا. تمام ياه كلها كانت 12، يبقى دي كام؟ يبقى دي هتلاقي 3 3 3 3. تعال نتأكد من الرسمة، حط عند الصفر يلا نشوف بقى. استر يا رب الاحسن تبقى غلط ولا حاجة، زي ما يقولوا مستر رسمها غلط. ايه رأيك الرسمة قدامك؟ ادي 3 سنتي، وادي من 3 ل 6 يبقى دي 3 سنتي، ومن 6 ل 9 يبقى دي 3 سنتي، ومن 9 ل 12 يبقى دي 3 سنتي. يبقى انا فعلا قسمت القطع الى 4 قطع متساوية. شفنا حبايبي انشاء الزاوية وتنصيفها ورسم القطعة وتنصيفها. طيب تقدر تعمل لي قطعة 6 سنتي وترسم محور تماثل لها؟ ارسم يلا معايا كده، ارسم ألف ب 6 سنتي، ثم ارسم محور تماثل لها. ايه محور التماثل؟ تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه محور تماثل. ده حاجة جديدة ده يا مستر ولا ايه؟ يلا معايا، ادي من 0 ل 6 يبقى دي القطعة اسمها ألف ب. تمام، عشان اعمل المحور اكنك بتنصف القطعة، افتح برجلك فتحة اكتر من نصها اهو، ثبت سن برجلك عند الالف، واعمل قوس من فوق وقوس من تحت، وروح اقف عند الب واعمل برضو قوس من فوق وقوس من تحت. ايه ده يا مستر ده؟ هو انت بتنصف القطعة ده المحور ده زي القطعة يعني زي تنصيف القطعة؟ هو نفسه. ركز بقى معايا، انا بقى هوصل دلوقتي اهو. تمام تمام يلا. إيه ده يا مستر ابراهيم انا حاسس كده اللي انت بتنصف قطعه، امال ايه قصه المحور دي؟ بيقول لك لما تيجي تعرف محور التماثل، ركز معايا بقى، محور التماثل ليه تعريف، ركز معايا هعرفه لك وبعد كده هنعمل هنا. محور التماثل هو هو ايه؟ المستقيم. ولذلك لازم تعمل سهم من هنا وسهم من هنا. يبقى لما اجي اعرف محور التماثل اقول لك ايه؟ المستقيم اهو، سهم المستقيم، عشان كده عملنا سهمنا. طيب المستقيم ايه؟ العمودي، الله، على القطعه. عمودي عليها يعني دي قايمة ودي قايمة. انت بتضحك علينا يا مستر، تيجي نقيس؟ تعال نشوف، حط المنقلة كده. ايه رأيك؟ الزاوية قايمة اهي اهي اهي، لو حطيت المسطرة تتأكد انت 90 درجة بالظبط اهي عند التسعين. خلاص، يبقى محور التماثل هو المستقيم العمودي على القطعة وينصفها. يعني ايه يا مستر ابراهيم وينصفها؟ لو جيت تقيس الحته اهي ب هتلاقيها 3، والحته اهي ا هتلاقيها 3، يعني ده قد ده. يبقى لما اجي اقول لك المحور تعمل الثلاث حاجات اللي انا عملتهم، ايه هم؟ السهمين، ادي سهم فوق وسهم من تحت عشان هو المستقيم، وتعمل تنصيف القطعه الحته دي قد الحته دي، تعمل اهو ا في قد ب، وتعمل الزاويه القايمه، دي قايمه ودي قايمة. ليه بقى تعريف المحور؟ هو المستقيم العمودي على القطعة وينصف. يجي في الامتحان يقول لك المستقيم العمودي على القطعة من منتصفها يسمى، ترد عليه تقول له يسمى محور تماثل، محور تماثل. يبقى احنا شفنا دلوقتي حبايبي ازاي نرسم زاوية وننصفها، وازاي نرسم قطعة وننصفها، ورسمنا الزاوية وقسمناها الى 4 زاوية متساوية، رسمنا القطعة وقسمناها 4 قطع متساوية، ورسمنا محور التماثل. طب ايه تاني؟ العمود. هل ممكن اعمل عمود من قطعه على قطعه من نقطه عليها؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله يا حبايبي زي ما شفنا التنصيف والانشاءات الهندسيه، هنقدر برضو نرسم عمود من قطعه على القطعه من نقطه عليها ومن نقطه خارجها وزاويه مطابقه، والانشاءات الهندسيه زي ما احنا شفناها سهله وجميل. ابنائي وبناتي فعلا الوقت الجميل بيمر بسرعه،
دمتم في أمان الله، يا رب أكون استمتعتم بالحلقة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في صحة وسعادة دائما، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.